مصر مصر يا فرحتك يا مصر، مصر 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 يا فرحتك يا مصر. وكل شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، هي أغلى الأوطان. أنت حبي وشيء عادي، عيلك ما كل أنا. مصر بلادي وفؤادي، هي أغلى الأوطان. أنت حبي وشيء عادي، عيلك ما كل أنا، عيلك ما كل أنا. مصر مدت إيديها لزعيمها، بقول لك الحكومة مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها. رجع لينا الامل، وعد لينا الامان، رجع لينا الامل، وعد لينا الامان. مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها. رجع لينا الامل، وعد لينا الامان، رجع لينا الامل، وعد لينا الامان. ونقول بصوت واحد تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، وهي اغلى الاوطان. انتي حبي وشيء عادي، عيلك ما كل انا. مصر بلادي وفؤادي، وهي اغلى الاوطان. انتي حبي وشيء عادي، عيلك ما كل انا. يا مصري يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك. يا مصري يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد امجادك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد امجادك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك؟ في القلب شايلانا، في العين شايلينك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك؟ في القلب شايلانا، في العين شايلينك. وكلنا يا مصر في درب من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وكلنا يا مصر في درب من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر. أيدا أناديلك مصر 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 يا فرحتك يا مصر، مصر 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 يا فرحتك يا مصر. وكل شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، تحيا مصر. شركة الامتياز فودز لتعبئة وتغليف المواد الغذائية. علشان صحتك تهمنا، بنستخدم أفضل خامات التغليف وكمان أجود أنواع المواد الغذائية. الامتياز فودز لتعبئة وتغليف وبيع وتوزيع المواد الغذائية، أرز، سكر، خضروات وكافة أنواع البقوليات. التعامل المباشر مع كل منافذ بيع المواد الغذائية في كل مكان في مصر، مع تجار الجملة والمحلات والفنادق والمطاعم. الامتياز فودز، شعارنا هو الإتقان يصنع الجودة والتميز. أسعارنا ملهاش مثيل، واسألها تعرف إنه مفيش بديل. شركة الامتياز فودز لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، 2 شارع مسجد الرحمة، مساكن فيصل خلف الدائري، 011-5650-1634، 010-5650-1634.
92 34 89. شركة هامبورغ لتصنيع واستيراد وتصدير الأجهزة المنزلية. التكنولوجيا الألمانية والجودة السويسرية بأيدي مصرية. جميع أنواع الثلاجات، الغسالات والديفريزر. التعامل المباشر مع الموزعين وتجار الجملة في كل محافظات مصر. كل منتجاتنا بالضمان وحتى 5 سنوات. لدينا خدمة ما بعد البيع. مراكز صيانة هامبورغ في كل مكان. متخصصون محترفون نتميز عن غيرنا لأننا الأسرع في الوصول إليك. هامبورغ تهمها صحتك وصحة عيلتك، علشان كده لازم تنضموا لعائلة هامبورغ. هامبورغ يعني الجودة والأمان والضمان والعمر الطويل. هامبورغ لديها كل ما يلزم البيت المصري في أي وقت وأي مكان. أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وصباح الخير عليكم في كل مكان في مصر وكل مكان في الوطن العربي، وحلقة جديدة من برنامجكم عيون مصرية. والنهاردة إن شاء الله ما عندنا فقرة فنية متميزة جدا بيشرفنا فيها 2 من الضيوف اللي أنا بعزهم على المستوى الشخصي وتجمعني ما بينهم صداقة كبيرة. هنعرف حضراتكم بيهم على أعمالهم الفنية المتميزة وعلى يعني المجهود الكبير اللي بيبذلوه في الفترة القادمة لإنتاج بعض الأعمال الفنية وتبني الكثير من الموهوبين في مجال الفن بصفة عامة. نتعرف مع حضراتكم على ضيوفنا الكرام، الفنان عز الدين العربي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذ، منورنا يا أستاذ عز النهاردة في عيون مصرية. والفنان المحترم الأستاذ عيد سرحان، تشرفنا بحضرتك فنان. أهلا وسهلا بيكم. أهلا. خلينا بقى نبدأ برنامجنا النهاردة وندي نبذة عن كل واحد من حضراتكم للسادة المشاهدين. أنا عارف أنه حضراتكم لكم تواجد ولكم أفلام موجودة ولكم أفلام بيتم إنتاجها في الفترة القادمة ولكم أعمال فنية، ولكن كظهور في برنامج عيون مصرية نتكلم ونبدأ بالأستاذ عز الدين. عرف نفسك للسادة المشاهدين وبعدين نبدأ نتكلم في الحوار بقى ونتناقش في كل كبيرة وصغيرة. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عز الدين العربي. الحقيقه داخل طريق الفن، لسه بحبو على طريق الفن تقريبا بقالي سنه بالظبط، من رمضان اللي قبل اللي فات يعني تحديدا عشان اكون دقيق جدا. بس بسم الله ما شاء الله 3 افلام دلوقتي يا استاذ عز، يعني لا وحضوره يعني ما شاء الله. هو كممثل عالي جدا، لو ممثل يعني بقاله 30 سنه في وقتنا حالي والاستاذ عز جه عشان خاطر يقف قدامه هيعمل دور استاذ عز هيعلى عليه. وانا متراهن والله متراهن على استاذ عز، قلت له 2020 نجمك هيبقى عالي في الوسط الفني، وبقول لي بعد ما 2020 تخلص انا بقيت فين، هقول لك انت بقيت اهو، لان انا متراهن عليه وراسم له طريق هنوصل بيه باذن الله لفوق. لان احنا اتفقنا مع بعض وكوننا شركه اسمها شركه اعمار الانتاج الفني. يعني كنت بطلع اعمال سنويه في رمضان، انا بقالي 6 سنين بس ما باخدش المساحه بتاعتي ان انا ادي المنتج بتاعي كممثل. وطبعا استاذ عز يعني مش من السهل طبعا دخول عالم الفن الا اذا كنت حضرتك مقتنع بان الموهبه دي موجوده عند حضرتك وعندك اصرار وعزيمه انك انت تنميها او تتواصل فيها وتتحدى اي معوقات تقابلك. فكلمنا عن حضرتك بقى والفتره اللي اكتشفت فيها فعلا انك انت موهوب في مجال التمثيل ومحتاج انك انت تخش المجال ده وما فرقش معاك السن خالص. هو الحقيقه حبي للتمثيل بدا من الطفوله. انا
من حي مانيا للروضة، حي أباطرة الفن في مصر. كان جيراني مين؟ عبد المنعم إبراهيم، سناء جميل، محمد الضفراوي، عبد العظيم عبد الحق، عائلة راتب، مدام كريمة مختار رحمة الله عليهم جميعا طبعا. أباطرة الفن الجميل، الناس دي شفت في طفولتي قد إيه هما مش نجوم عادية. الناس دي ما كانتش بتمثل، الناس دي كانت بتركب الشخصية بطبيعتها. كان الفن البسيط الجميل اتعلمت منهم القيم، الأخلاق، مش أي دور يتقبل وخلاص. أنا هضرب لحضرتك مثل بسيط. لسه كنت مع عيد في فيلم حب روحاني، فشرفت إن أنا أمثل مع القامة الكبيرة جدا مدام سميرة عبد العزيز. جميلة جدا. أنا اعتبرت إن وقوفي قدامها هو بمثابة ميلاد فني حقيقي. دي حقيقة. وشرف كبير قوي 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 اني اقف قدام القامه الكبيره دي. طبعا فنانه سميرة عبد العزيز واعمالها لها بصمات موجوده في الدراما المصريه وفي السينما المصريه بصراحه لا تنسى يعني، ولها كاريزما وشخصيه مستقله في الاداء بتتقبل او بيتقبلها الكثير بمنتهى الاحترام والتقدير لهذه الشخصيه العظيمه. فاحنا يعني بنرسل تحيه من برنامجنا الفنانه القديره استاذه سميرة عبد العزيز. الحقيقه انا قلت لها حضرتك يعني بتجسدي الام المصريه. امنا، اختنا، يعني هي شخصيه جميله. طبعا شرفت ايضا ان انا مثلت مع مدام هاله فاخر. طبعا قامه كبيره جدا اني اقف قدام اتنين عمالقة قوي كده. بس ارجع لمدام سميرة، نصحتني طبعا اللي علمت العالم العربي من المحيط للخليج ببرنامجها الشهير قال الفيلسوف. فقالت لي استاذ عز انت داخل وانت عندك 55 سنة الفن، هنصحك نصيحة واحدة بس، لا تدور على شهرة ولا مال، لان رزقك هتاخده. دور على انك تعمل ادوار محترمه وتقدم قيمه. الله تخلي الله. اولادك واحفادك يفتخروا بيك حتى بعد ما مات. نعم. ودي وصيه يعني ربنا قدرني واعمل بيها. والحقيقه انا اول ما دخلت الفن وابتديت اظهر، طبعا المعروض كتير جدا، انا بدات البدايه برضو يعني من الحب والانتاج الذاتي والحاجات دي. بس الحقيقه لقيت احنا داخلين في ظروف صعبه جدا، يعني ظروف اولا الانتاج واقف تقريبا او مقتصر على حاجات معينه. الحمد لله توجهات البلد وتوجهات سياده الرئيس جميله، انها بتدعو للتفاؤل والامل ان احنا نعمل حاجات فيها إيجابيات. فأنا مع الرئيس في الموضوع ده. تمام. أنا بطبعي متفائل جدا الحمد لله. بحب المرح، بحب الدعابة، بحب الابتسامة. من خضم الظروف الصعبة أحب أضحك وأقابل الدنيا بأمل وتفاؤل إن في رب كريم حيفرجها إن شاء الله. والحمد لله. انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ عز، ويمكن اقول للساده المشاهدين عن حاجه عن يعني او خلفيه من خلفياتي عن الاستاذ عز. بصراحه شخصيه غريبه، شخصيه غريبه بجد والله. يعني على ما سمعت من بعض الاصدقاء المقربين للاستاذ عز، شخصيه الاستاذ عز فنان موجود بيمارس بعض الاعمال في مجال النشاطات اللي يمكن السياسيه، وكان ليه خد تجربه قبل كده في هذا المجال، ملتزم في عمله الطبيعي عادي جدا. في 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 المناسبات الدينيه بتلاقيه شيخ وامام، في يعني في قراءه القران بتلاقيه موجود، على الكافيه والشيشه موجود. يعني شخصيه يعني فيها لا بجد والله، يعني بص بيجمع مجموعه من الشخصيات مركبه في شخصيه واحده. ايوه هي دي. وملقب بصاحب الابتسامة وقيصر الحب. قصة قيصر الحب بقى دي هنرجع لها بعد ما نروح للأستاذ عيد سرحان ويكلمنا عن نفسه شوية وعن بداية تجربته وخوضه لمرحلة الفن أو فترة المجال الفني. هو سبب أن أنا دخلت المجال الفني
الله يرحمه الاستاذ شكري سرحان. يعني وفي صله قرابه الاول ولا ايه؟ ايوه طبعا والله. طبعا. طب دي مفاجاه انا ما اعرفهاش. انا ليا الشرف ان انا انتمي لعائله سرحان اللي هي عائله الفنان شكري سرحان الله يرحمه. كنت دايما اتفرج على افلامه الفنان شكري سرحان سرحان انا اسمعيت سرحان سرحان فتوغل فيا وتعمقت شخصيته وابتديت اركب الكاركتر بتاعه وابتديت ان انا اعمل حاجات هادفه. اتجهت للمجال الدراما والسينما بس كانت اعمال سنويه عايز ابين المنتج اللي عندي عايز ابين المساحه الفنيه اللي عندي. فتقابلنا الاستاذ عز عملنا شراكه ابتدينا ان احنا نعمل شراكه في مجال الانتاج والتمثيل يعني عاملين عمل ان شاء الله اللي هو رجال شرفاء رجال شرفاء تمام. ابتدينا ان احنا نعمل اول حاجه عملناها رجال شرفاء. سبحان الله يعني الاستاذ عز كانت مساحته صغيره في الفيلم وانا كانت مساحتي صغيره في الفيلم تجمعنا وبقينا احنا الاثنين ند الند والسيناريو كبر والسيناريست كبر السيناريو وبقينا الخير والشر زي فريد شوقي وزي محمود المليجي كده يعني سبحان الله. بعديها لا انت كده بقى فكرتيني بحاجه طالما قلت فريد شوقي محمود المليجي الخير والشر هنشوف المشهد عايزين نعمل دلوقتي في الاستوديو حاله حاله ومشهد كده جميل في معلم علوان علوان بي علوان بي علوان بي والظابط الخير والشر تمام كده. يلا يعني نشوف المشهد ده معاكم كده دلوقتي انتوا حضراتكم تقدوه بعد كده هنشوف مشهد من الفيلم الاصلي تمام تمام. يا اهلا يا اهلا يا عمر بيه منورنا يا حبيبي بنورك يا علوان بيه. مش ناوي تعقل بقى يا عمر بيه وتيجي كده تسيبك من الداخليه وشغل التعب اللي فيها على الفاضي ده وتيجي تمسك لي مجموعه الشركات بتاعتي؟ لو سمحت يا علوان بيه ما تنساش نفسك انا ظابط وبخدم البلد. ما انت هتخدم البلد البلد دي بتديك ملاليم انا هديك ملايين. الملاليم دي باخدها بعرقي وباخدها بشرف. الملايين اللي انت هتديها لي دي هتديها لي منين؟ ملايينك كلها حرام يا علوان بيه. مين قال بس حرام؟ احنا مش كلنا كله تجاره وعلى الملأ، احنا تجارتنا دوليه يا ابني. سيبك من الشعارات والكلام الفاضي ده. اعقل كده على الاقل تعيش انت وبنتك ومراتك في امان بدل كل شويه ظابط بيموت ويروح ويرق وديته ايه؟ بتاخده كام؟ ما تشوف الناس عايشه حواليك ازاي؟ لو متنا هنموت بشرف ونموت بنخدم تراب بلدنا عشان خاطر الاجيال اللي طالعه اللي زيك مش هيعيش كتير في البلد وعمره قصير والحجر الداير لابد عن لطه. ماشي يا عمر بيه في يوم من الايام هتندم وهتقول علوان بيه عرض علي عرض وانا اللي طلعت مش بفهم. بكرة هقول وانا حاطط في ايدك الكلبشات يا علوان بيه. امثالنا ما بيتحطش في ايده الكلبشات. لما نشوف. برافو برافو يا جماعة. وطبعا يعني حاجة جميلة جدا ويعني يعني استاذ عز بصراحة شفت له كمان جزء من مسلسل او حلقة اسمها نيفين او مع كان برنامج وانا بمثل الدراما بتاعته. فانا تخيلت الفنان عادل ادهم وهو قاعد بياكل في المنبر ايوه ولابس العباية وعمال يشخط وينطر في البيت كله زي الشيطان يعز ايوه. فبصراحة كان اداء ممتاز جدا جدا. لا هو يا ريت لو الاعداد بس ينزل لنا جزء كده للساده المشاهدين من فيلم رجال شرفاء للفنان عز الدين العربي والفنان عيد سرحان لو جاهز ينزل يعني. طيب نشوف كده للساده المشاهدين نشوف جزء كده من فيلم رجال شرفاء ونرجع مع حضراتكم تاني. بقول لك الحكومه حطت ايدها على كل حاجه. That's not my problem. انا هنا دلوقتي فلوس او اثار انت اتصرف. جاك اديني وقتي وكل حقك هيجيلك. مش مشكلتي وانا كمان مش مشكلتي هجيب لك منين كناش شغاله. يو ار سولي. اهدى اهدى يا جاك فلوس اهدى يا جاك انت مش اول مره تعمل مع علوان. ماي ماني مستر علوان وير از ماي ماني.
هتاخد حقك وكل حاجه، بس نمشي امورنا مع الحكومه. No, that's not my problem. Give me my money now. Mando! Wait, calm down. Excuse me, Jack. Yeah, the big one. You'll see. تمام. I will come back. الناس دي تقيلة تقيلة وراهم بلاوي. انت الوان بيه ما يجيش يعلي صوته هنا. رجالة هتودي في داهية. دي ناس دولية مش هيشيد للادمين. هتودينا في 60 داهية في غباوتك دي. احنا هتباع الوان بيه. حسناء اللي حصل خلصت من واحد جالي اللسخة منه ده كمان بالظبط عمر ده هدي بيتنا منه لله منه لله ايه الورق اللي معاك ده؟ ده تقرير شامل بالعيال وبصور التحركات بتاعتهم طب اقعد يا رضا انا عايزك تراقب لي العيال دي عيال مين يا باشا؟ اتش وجاك من غير ما تقول حضرتك حطيت عليهم مراقبه العيال دول جابوني معلومه حلوه يا رضا والاثنين قالوا نفس المعلومه عارف مصطفى مصطفى مين مصطفى اخو الضابط عمر اه عارف مصطفى متوصى عليه وصايا ايه ما اقولكش بص عليه ازاي يعني بدره بدره بتهزر هزر ليه وده مين اللي موصي عليه متوصي بقى عليا خلاص طب ما حضرة الظابط كده مش هيسيبك في حالك يا عم يعني هو سابنا في حالنا طب ما بعدين بس يعني ده صاحبك ماشي صاحبي خلي اخوه يعمل فينا اللي بيعمله ما تاخدهوش بذنب اخوه يا عبده واخد ذنبي واخد بقى حقي من مين يا عبده حقك خلي حقك عند ربنا حتى ما ينفعش يا عبده ما تاخدهوش بذنب اخوه يا عبده هاخد حق من الظابط عمر عن طريق اخوه تمام ربنا يستر يا عبده انا عمر اللودي حبيبي 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 ده كنت فين يا ابني لحد دلوقتي؟ انت مالك يا عمر؟ انا مالك؟ انت مالك عامل كده ليه يا ابني؟ مفيش انا عايز مفيش ايه يا لا يا ابني وكلمني يا لا كلمني انت بقيت شمال يا لا يا عمر بس سيبنا عايز انام سيبك ايه مش هتنام لازم تفهم ان انت في وقتك نصحني سيبني بس سيبني بس سيبني بس مش هسيبك مش هسيبك مالكم يا ولاد بتزعقوا ليه يا ابني انت وهو صوتكم جاي لحد اخر الشارع ليه؟ يا ابويا يا ابويا هو كده ليه يا ابويا مش حد يا ابويا الراجل الكبير وعاوز مصلحتك رد على ابوك عينك امسك لي شركاتي تبقى مدير امن المجموعه ما تضحكش هدي لك 10 اضعاف اللي بتاخده من الداخليه على الاقل تعيش في امان كل شويه ظابط بيموت طب وده كله في سبيل ايه بقى يا باشا عشان بحب انت اكثر ظابط المجموعه اللي احنا شغالين معاها بقالنا سنين سمعتك زي الفل وانا شغال عند البلد شغال في املاكي البلد دي بتاعتي واخدمها بتراب الدنيا كلها تعال الوان بيه بتضيع على عمرك كتير ودي نفسك تداهي على الفاضي يغور الخير اللي هيجي بحرام انا اتربيت على الشرف والامانه وحالف اليمين على الوان بيه الله مالك يا علوان ليه انت كده متعصب كده ليه تعبان يا حسناء تعبان الظابط عمر اللي طلع لي في المقدر جديد الظابط عمر مين الظابط عمر ده جه مكان حسام يا ستي قبض على كل رجالتي الله ازاي
اللي حصل يا حسناء، اللي حصل خلصت من واحد جالي اللسخة منه. ده كمان بالظبط عمر؟ ده هدي بيتنا؟ منه لله، منه لله. ايه الورق اللي معاك ده؟ ده تقرير شامل بالعيال وصور التحركات بتاعتهم. طب اقعد يا رضا، انا عايزك تراقب لي العيال دي. عيال مين يا باشا؟ اتش وجاك. من غير ما تقول حضرتك حطيت عليهم مراقبة. العيال دول جابوا لي معلومة حلوة يا رضا، والاثنين قالوا نفس المعلومة. عارف مصطفى؟ مصطفى؟ مصطفى مين؟ مصطفى اخو الظابط عمر. اهلا بكم، رجعنا لكم تاني مع ضيوفنا الكرام الفنان عز الدين والفنان عيد سرحان. منورينا والله في قناه الصحه والجمال النهارده. لقاء محترم جدا. الله يكرمك. واطلاله جميله النهارده لكل مشاهدين ومتابعين عيون مصريه. الله يخليك. الفنان عز الدين هنتكلم، نبدا عن الاعمال الفنيه اللي حضرتك شاركت فيها، رجال شرفاء، وفي حب روحاني، وفي العظماء الخمسة، وفي البريء والقانون اللي هو من إنتاج حضراتكم ولسه شغالين فيه ولم يتم عرضه حتى الآن، وفي المعهودة. المعهودة. طيب كلمني كده نبذة عن كل فيلم، قصته إيه؟ طبعا. وخاصة الأفلام اللي تم عرضها زي رجال شرفاء. طبعا. وملخص كده. هو الحقيقة هو رجال شرفاء أول واحد، بالرغم أنه يعتبر الأخير، نبدو أن احنا شغالين بسياسة الوارد أخيرا يعرض أولا يعني. إنما أنا أول فيلم عملته الحقيقة وشاركت فيه مع أبطال جميل جدا، فيلم المعهودة، إنتاج وإخراج إنتاج أستاذ سعد فكر وإخراج الأستاذ بلال العربي. هو شاب جميل جدا بصراحة، أقر وأعترف إنه هو المكتشف الحقيقي لي. جميل. أنا كنت رايح المعهودة على دور صامت، وبالمصادفة وأنا بعمل الدور اتصورت وأنا ما اتكلمتش خالص، كان كله تعبيرات وش. فبعدها حصل لي إصابة كده وعملت عملية في كتفي وطولت شوية، فلقيت المخرج بيكلمني وبيقول لي إحنا مأجلين الفيلم كله لغاية ما تخف. استغربت يعني انا دوري ايه يعني للدرجه دي. ففوجئت انه بيقول لي انت مجرم، انت سرقت الكاميرا واضطرينا. ودي حقيقه والله، ودي حقيقه فعلا. بيخطف الكاميرا. اضطرينا ان احنا نغير في السيناريو قصتك، واصبح ليا حوالي 10 مشاهد متكلم، واخو البطل كمان اللي قادين له بالفضل حقيقي الفنان رضا حجاج حبيبي، هو اللي دخلني الفن الحقيقة. جميل يعني. جدا. بعد كده اتعرفت على عيد في سيت كوم كده، بصراحة أقر له بالفضل برضو، قال لي أستاذ عز أنت هتكون نجم وهنشتغل مع بعض، وأنت هتكون نجم 2020. في الكنترول قبل ما نخش هنا والله العظيم يعني قعد يشكر في حضرتك جدا، وقال لي هو كمان نجمه عالي، وانا اول مره اشوف فنان بيقول ان في فنان معاه هو نجمه عالي عني، وانا بصراحه اقر العيد، بعترف العيد دي هو يعني فبتبقى حاجه جميله. فلما بتلاقي بالظبط والصراحه يعني هو في جميع الاعمال تبص تلاقي الاداء بتاعه عالي، دي مش بتاعتي ولا بتاعت اي حد، موهبة بتاعت ربنا. موهبة ربنا. ربنا اعطاه الموهبه دي. انا ماليش فضل عليه ولا ليه اي حاجه، هو اشتغل على نفسه وربنا اداله الموهبه وبقى رتمه عالي على اي ممثل باذن الله هيغطي على الدنيا كلها. وانا عامل عليه رهان عليه، وانا متوقع له والله باذن الله مستقبل بار في مجال الفن. بس ساعات يبقى افتكرنا وطلعنا معاه في مشهد بقى اعلامي كده، هناخدك معانا في الفيلم الجديد. لا والله بخصوص موضوع افتكرنا دي، اللهم لك الحمد والشكر. يعني انا اول حتى وانا لسه بحط رجلي على طريق الفن، انا عملت حاجه جميله قوي، عملت فريق سميته قيصر الفن. الفريق ده عباره عن ايه؟ مين النهارده منتج بيدي فرصه لهواه ومبتدئ؟ لا خلينا بص يا استاذ عز، احنا في برنامج عيون مصريه اول ما عملنا البرنامج رحنا عاملين فقره اسمها مواهب مصريه، وبدانا نناشد الناس
في القرى وفي النجوع وفي محافظات مصر كلها. يا جماعة أي حد عنده أي موهبة في أي مجال، سواء كان في التمثيل، في الغناء، في قراءة القرآن، في الإنشاد الديني، يتواصل معنا، وإحنا بنحاول بقدر المستطاع بنجيب ناس من الفنانين. كان معنا الأستاذ أحمد فرحات لمدة حلقتين متوالتين، وكان معنا فرقة مسرحية بقيادة المخرج إيهاب نعمان والأستاذة زبيدة سعيد، وبعتنا لهم بالفعل بعتنا لهم بعض المواهب اللي تواصلوا معانا عن طريق ان هم عندهم موهبة في مجال التمثيل، واشتركوا معاهم في مسرحية وفي بعض المسرحيات، وعندهم مسرحية هتتعرض في يوم 27/12 اللي جاي ده على طول، اسمها مزاد علني. ربنا يوفقهم. من ضمن ابطال المسرحية ناس تواصلوا معانا عن طريق البرنامج. طلعنا مواهب هنا يا أستاذ عز، لو شفتوها أصوات خطيرة رائعة، هي مصر ولادة يعني مصر بصراحة مدفونة، وأول مرة يطلعها الفضائيات. فالقصة دي احنا يعني أنا حتى عارف إن حضرتك كمان والأستاذ عيد عملتوا حاجة اسمها مسرح السلام العربي، تمام، يعني برضو حاجة كده إيه تكلمونا عنها في اكتشاف المواهب بقى وتوصيل فكرة الفن للعالم العربي والكلام ده. هي الحقيقه قصه جميله ومسرحيه جميله الاستاذ عيد حب يعملها، يجمع فيها العالم العربي بشكل لذيذ في مسرحيه. انا يعني لقيت انا الحقيقه ما اقدمتش على المسرح بالرغم اني اتعرض عليا كتير اني امثل مسرح، لسبب انا صريح شغلي وظروف شغلي الاساسي ملتزم طبعا بيها ملتزم بيها، وانا عندي يعني اتربيت على حته ان المسرح ده له قدسيه غير عاديه، المسرح ابو الفنون، فلازم تدريبات مستمره لان ده لقاء مباشر مع الجمهور وما ينفعش فيه الخطا ومش وارد فيه طبعا، فلازم تدريبات يومية ولازم تواجد مستمر وكده، فيمكن هو ده بس تقصيري. الحقيقة أستاذ عيد لما قال لي على المسرحية إنها هتكون بفكرة مسرحية مصورة ونحاول نعرضها في الدول العربية، فطبعا ما مش عايز أتكلم على ال طيب يكلمنا يكمل لنا بقى الأستاذ عيد عنها. وبدأتوا فيها ولا لسه يعني دي بدأنا وبنظبط يعني بنظبط البلان بتاعها عشان تكون كاملة ومبلور الموضوع عشان أبتدي أظهره. جماعة الوطن العربي كله على مسرح واحد ألا وهو مسرح السلام العربي، يناقش كل القضايا العربية. وولدت من المسرح ده مسرحية اسمها شارع العرب، يعني كل العرب في شارع واحد، وازاي نشأت فلسطين، ازاي كانوا مشردين في الارض، ازاي احتلوا فلسطين، ازاي ان هم دخلوا بالحنكة وبالمكر واحتلوا فلسطين وحبوا يطردوا الفلسطينيين. خدت بالك لسانه ما جابش الاسم انا انبسطت منه والله. واخد بال حضرتك ان هو الاستاذ عيد سرحان باين عليه وطني جدا، اصل احنا حتى في المسرحيه في الافلام في المسرحيه مش عايزين في المسرحيه مش عايزين نذكر الاسم خالص، فسبحان الله يعني دي حقيقه. وان شاء الله القضيه الفلسطينيه منصوره باذن الله يا رب. لا طبعا قلبا وقالبا، وعايزه وعايزه مع الشعب الفلسطيني يعني، وعايز اخطر قضيه القرن يعني بالظبط، وعايز اخطر الشعب الفلسطيني ان مصر معاكم قلبا وقالب، ومصر لحد الان واقفه معاكم قلبا وقالب. وابعدوا عن الشائعات، كل الشائعات اللي يقول لك مصر كذا، مصر ام العرب، مصر ام الوطن العربي. هقول لك على حاجه سيدي، احنا في البرنامج عيون مصريه وفي اكتر من برنامج تاني بجد يعني كان عندنا تغطيه من خلال وخاصة في الأحداث الأخيرة اللي حصلت في غزة وفي فلسطين، وتوقعنا بحاجات، أنا على المستوى الشخصي توقعت بحاجات حدثت بالفعل لما قلنا إن الانتهاكات اللي حصلت في فلسطين والعدوان الإسرائيلي اللي حصل في فلسطين ما هو إلا بسبب إن نتنياهو كان ليه أغراض معينة، إن هو عايز يبقى على سلطة الحكم في فلسطين وعايز يكسب أرضية بهذا العدوان الإسرائيلي على فلسطين، وان كمان ان هو فشل في اسرائيل فشلت في تشكيل حكومه مرتين ومش عايزين يلجأوا لتشكيل الحكومه للمره الثالثه على التوالي، وبالتالي هو بيلتمس هذه الانتهاكات في فلسطين. ولان لو الكنيسة ما رشحتش حد من عندها وقام وتطوع ان هو يشكل حكومه في الحاله دي لازم يعملوا انتخابات للمره الثالثه، وهو ده اللي حصل بالفعل. الكلام ده اتكلمناه في اكتر من برنامج واتكلمته هنا في عيون مصريه،
وقلت الكلام ده وهو ده اللي حصل دلوقتي. خلاص بالفعل هيعملوا انتخابات للمرة التالتة في إسرائيل، وهيكون الكلام ده تقريبا في شهر مارس. فإحنا القضية الفلسطينية بما أنك أنت ذكرتها، فحابين نذكر السادة المشاهدين أن إحنا كمصريين ومصر بالذات على مستوى الوطن العربي هي قائدة برعاية كل الدول العربية، لأن مصر بالفعل هي أم الدنيا، ويعني بتعني الكثير والكثير لكل الوطن العربي. الحمد لله. معلش يعني انا خرجت على سياق الحلقه الفنيه، طالما اتكلمت عن فلسطين واتكلمت عن الوطنيه وعن مصر، فدي حاجات بتبقى لا اراديه. سبب ان انا عملت مسرح العرب دوت، انا بناقش كل الاواضي العربيه ومعالجتها لحد مطعم الاصيل. يعني في شارع العرب ده في مطعم اسمه مطعم الاصيل، اللي هو مطعم فلسطيني. ازاي ان ضيوف مشردين داخلين يشحتوا وياكلوا من قلب المطعم، ازاي احتلوا المطعم، ازاي احتلوا الارض الفلسطينيه؟ ما هو المطعم هو الارض الفلسطينيه. انا جيت انت جعان ضيفته وقعدته عشان ياكل، قام احتل المطعم بتاعي. يعني هو ده جزاء الكرم؟ لا طبعا، يا فكره انا بحيك عليها، وربنا معاكم والفكره دي تجمع على خير وتطلع للنور بقى كده، ويبقى احنا لنا كمان صفقه نعمل تغطيه اعلاميه عليها ان شاء الله. باذن الله حضرتك ان شاء الله هتكون رقم واحد حبيبي، لان حضرتك يعني ليك معزه خاصه جدا جدا والله. الله يكرمك. نرجع للاستاذ عز، وكلمنا ايه موضوع قيصر الحب بجد؟ انا نفسي اعرفه من زمان. والله الحمد لله، يعني ربنا انعم عليا بنعمه الحب. انا يعني بحب الناس كلها الحقيقه. هو من غير ما يحب الناس كلها اللي يشوفه يحبه. لوحده كده يعني عنده سر الهي ربنا وضع في وجه القبول. فهو لقب الحقيقه الاصدقاء المقربين كانوا سموني بيه من ايام الكليه تقريبا يعني. وابتديت يعني كان ليا شويه ابيات شعر اكتبها، زجل، قصص قصيره، فكنت ازيلها. معلش طالما اتكلمنا في الشعر والزجل، مش هنطلع من الحلقه لما نسمع حاجه. صح كده، انت لفشت نفسك. سمعنا حاجه يا استاذ. في يوم من الايام كنت بحب واحده يعني. تمام. كنت ولا ما زلت كده؟ المدام بتتفرج عليك. هو انا بحب على طول يعني. المدام بتتفرج عليك. ومن المصادفه اني صديق حميم قوي ليا حبها، فكان صعب الموضوع، وهي كانت كمان اكبر مني، فيشاء القدر ان انا اتوسط في جوازها. يا سبحان الله. واروح احضر فرحها واكتب اطول قصيده كتبتها في حياتي بعنوان كرسي الاعتراف. يعني عايزينك تعترف بقى للساده المشاهدين. يعني بيتين ثلاثه كده منها، فبقول لها ترى لعرسك دعوتني ام كان لمأتمي، كنت ادعي البروده والنار تسري في دمي، كنت أهديك التهاني لأخفي عنك محزني، قد جف حلقي فهو كالجدب أو كالقفار، فكأنني مسافر قد ضاع مني القطار، قدر خط لي بالبلاء وبالفراق مسار، فرحت أهرب ولكن أين من قدر الفراق. الله 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 الله، روعة روعة. تضحية وشجن وحب. وانت عارف انت لما واحد انسان بيحب واحدة وبيتمنى لها كل خير، وصعبان عليه قوي ان هي بقت لغيره، بس في نفس الوقت بيقول لها انا فرحان لك وسعيد ان انا، يعني حاجة جميلة جدا والله. اللذيذ كمان اني ارتجلت تهنئة في الفرح، وكان فرح اسطوري، فبقول فيها يا مبدع الجمال سبحانك اذ انزلت النور، فراح نورك يتجلى وجه امتك. بحور بحور بحور. طيب حضراتكم يعني هنطلع فاصل ونكمل بقيه اللقاء المميز ده. نطلع على فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، ولقائنا المميز مع فنانينا المحترمين عز الدين العربي والاستاذ عيد سرحان. We'll be right back.
مصر مصر يا فرحتك يا مصر 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 يا فرحتك يا مصر وكل شعب مصر يهتف بصوت واحد 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 تحيا تحيا مصر مصر بلادي وفؤادي يا أغلى الأوطان في حب شيء عادي عيلك ما كل أنا مصر بلادي وفؤادي يا أغلى الأوطان في حب شيء عادي عيلك ما كل أنا عيلك ما كل أنا مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها مصر مدت إيديها لزعيمها ورمزها رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان رجع لينا الأمل وعاد لينا الأمان ونقول بصوت واحد تحيا تحيا مصر مصر بلادي وفؤادي ويا أغلى الأوطان في حب شهر عادي عيلك ما كل أنا مصر بلادي وفؤادي ويا أغلى الأوطان في حب شهر عادي يا مصر يا أم التاريخ والعز عنوانك يا أم الهرم والنيل يا رفع أعلامك يا مصر يا أم التاريخ والعز عنوانك يا أم الهرم والنيل يا رفع أعلامك تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك مين لينا غيرك مين يا مصر من غيرك في القلب شايلانا في العين شايلينك مننا غيرك مين يا مصر من غيرك في القلب شايلانا في العين شايلينك وكلنا يا مصر في درملة من طينك نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك وكلنا يا مصر في درملة من طينك نرفع وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر وتعيش لينا يا مصر أيدا أناديلك مصر 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 يا فرحتك يا مصر 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 يا فرحتك يا مصر وكل شعب مصر يهتف بصوت واحد 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 تحيا تحيا مصر تحيا مصر ورجعنا لكم تاني ومعانا ضيوفنا الكرام نرجع للاستاذ عز بقى وكلمنا في حته تبني المواهب الفنيه وخاصه من ابنائنا في محافظات مصر والقرى والنجوع تقدروا تساعدوا الناس دي ازاي وانتوا حضرتك والاستاذ عيد وبتعاملين بعض الاعمال الفنيه وكمان دخلتوا في مجال الانتاج تقدروا تساعدوا الناس دي ازاي؟ والله الحقيقه انا زي ما قلت لحضرتك في البدايه انا في مثلث الفن اللي انضم للاستاذ عيد هو عز الدين العربي ابو زيد العربي حمد السيد تمام كوننا فريق اسمه قيصر الفن تمام دعينا فيه المواهب الحقيقه جالنا جميع الاعمار من الغالبيه طبعا من الشباب
وتبنينا فكرة إن الإنتاج وأقدمنا عليها إن إحنا ننتج حاجات معقولة كده يعني حاجات هادفة هادفة واشترك فيها معنا مجموعة كبيرة يعني لسه آخر كاست امبارح 75 موهبة يعني وكلهم هواة يعني ده غير بقى ان احنا طبعا بنشكر طبعا الفنانين العظماء اللي بيقفوا معانا وبصراحة يعني بيبقى دعم كبير لحتى طبعا دعم نفسي كمان طبعاً جدا طبعاً جدا واحد جاي هاوي وداخل على خطوة زي كده ويلاقي مثلا الأستاذ سمير عبد العزيز الأستاذ عيد الرياض الأستاذ عبد الله مشرف الناس دي كلها موجودة بتبقى حاجة مشجعة ان هو بيديله نوع من انواع التحفيز انه ممكن في يوم من الايام موهبته دي يتم اكتشافها احنا لسه النهارده ان شاء الله كلمنا مدام عايدة رياض وقلت لها انا معايا مجموعه هواة وانتي النجمه تمام. اللي هتشيليهم وتنجميهم فالحقيقه مشكوره جدا وافقت وقالت لي طبعا انا اتمنى ان انا اسيب بصمه عند الشباب اللي طالع ده واساعد الشباب وساعد الشباب جميل جدا جنب الشباب واساعد في عمل هادف يعني فالحقيقه يعني وبصراحه مدام هلا فاخر ومدام سميره استاذ احسان ترك استاذ عبد الله يعني عشان خاطر كلام الاستاذ عز ان هم بييجوا بنص اجرهم عشان خاطر يساعدوا الشباب ويقول لك عشان خاطر ده عنده هدف احنا ننموه له كتير من الفنانين يا استاذ عيد بجد بيبقى لهم مواقف بجد بجد محترمه جدا انسانيه الانسانيه اجمل ما في مصر يعني في مجال الانسانيه في مجال الاكتشاف وتنميه المواهب والتحفيز حتى في المطربين لما بيعملوا بعض الحفلات ويتبرعوا بهذه الاجور بتاعتها ده بيبقى شيء جميل ما بيبقاش في انطباع عن الفنان ده ان هو في ناس بجد من الفنانين مجرد انك انت تتصل بيه تجيبه في برنامج ولا تجيبه في فيلم ولا تجيبه كذا بيقعد ويتشرط ويقول لك انا عايز وبتاع فتبقى حاجه انطباع مش كويس عند الناس حتى الكرو او فريق العمل. كلمه اخيره يا استاذ عيد نهى للساده المشاهدين انت حضرتك بتتمنى ايه وخاصه ان احنا مقبلين على سنه جديده 2020 نفسك في ايه وتتمنى ايه والكلام ده كلمه للساده المشاهدين بتمنى ان جميع الاعمال اللي انا عملتها تظهر للنور باذن الله حب روحاني ده هيكون توعيه للشباب وحاجه اخلاقيه فبتمنى ان يخلص المونتاج بتاعه ونعرضه باذن الله بتمنى ان جميع الوطن العربي يعم السلام ويبقوا ايد واحده كده ويقفوا مع مصر ويعرفوا ان مصر لحد دلوقتي وقفت رجل واحد وان معاها قائد يعتبر النسر اللي في الوطن العربي يقفوا جنبه يدعموه يسندوه وان شاء الله باذن الله هنعدي المحنه دي بسلام وهنبقى رقم واحد في العالم ان شاء الله باذن الله. استاذ عز كلمه كده من القلب انا لو كنت بتمنى على الله بتمنى ان عام 2020 يكون عام الحب الله نرجع نحب بعض زي سوا كايسر بجد الحب صدق الشاعر لما بيقول ان نفس لم يشرق الحب فيها هي نفس لم تدري ما معناها انا بالحب قد وصلت الى نفسي وبالحب قد عرفت الله 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 عليك مشكور طبعا انا بشكر حضراتكم كتير جدا على تواجدكم معانا وان شاء الله يكون في لقاءات اكتر من كده وان شاء الله نتابع حضراتكم في كل اعمالكم الفنيه ومن خلال تواجدكم معانا احنا دايما بنحاول كده نقتمس الفرصه زي ما بيقولوا كده وندي فرصه للساده المشاهدين اللي متابعونا وخاصه اللي هو في مجال التمثيل طبعاً. النهارده عندنا اثنين منتجين اثنين فنانين ممثلين موجودين كبار ان شاء الله باذن الله والمستقبل قدامهم كبير بينا شككم اي حد عنده موهبه في مجال التمثيل يتواصل مع البرنامج واحنا ان شاء الله بدورنا من خلال فقره مواهب مصريه هنحاول نوصله بشركه الانتاج اللي هم عملوها وان شاء الله الموهوب هيلاقي ليه فرصه كبيره في الاعمال الفنيه اللي بيقدموها وده تعهد من الاستاذ عز والاستاذ عيد سرحان في برنامج عيون مصريه. مشاهدينا الكرام سعدنا بكم ونرجو ان نكون قد اسعدناكم والى اللقاء اذا كان في العمر وقا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.